بالتاريخ اقرأ وراجع تلقى اسرار كلش كلفات مخفي اسرار واسباب هذا الاصل للارهاب مخفي هذا الاصل اقرأ وراجع اخباره اقرأ وراجع بعد بالتاريخ اقرأ وراجع تلقى اسرار كلش بعد التاريخ اقرأ وراجع تلقى اسرار كلش كلفات مخفي اسرار واسباب هذا الاصل للارهاب مخفي اسرار واسباب هذا الاصل اقرأ وراجع اقرأ وراجع هو الاسباب اللي خلت حال هالأمة ترادة ومنها هالناس قامت تعبد اصحاب السيادة شيخت وين المنافق اتجاسر عليها وتمادى وقام يلعب بالشريعة وما حد يعارض صنيعة صارت الذلة طبيعة وبررة وفعل القيادة كلها تقول الله طاه الوظيفة كلها تقول الله طاه الوظيفة ومأمورين ناخذ أمر الخليفة كلها تقول الله طاه الوظيفة أسرع مأمورين ناخذ أمر الخليفة تحكم هالماعد هنساب هذا الأصل تحكم هالما هذا الاصل اقرأ وراجع اقرأ وراجع بالتاريخ اقرأ وراجع تلقى اسرار بالتاريخ اقرأ وراجع تلقى اسرار مخفي اسرار هذا الاصل مخفي اسرار واسرار هذا الاصل للارهاب اقرا وراجع اقرا وراجع الماضي والحاضر نجمعه نلقى تكرار الرزيه ونلقى بصمات الأوائل كل شيء بين وجلية تلقى من يفتل يزيد وتلقى جاهل بالقضية للحفاظ على المناصب ومن أجل جني المكاسب من يراقب من يحاسب وللشعب بس الأذية لابن زياد الما يعرف أصلابه ناس تروح كلها وتقعد ينبابه لابن زياد الما يعرف كلها تروح بابا لابن زياد ما يعرف ناس تروح ناس تروح كلها وتقعد أهلا أنساب ولا أصلاب لا أنساب ولا هذا الأصل أقرأ وراجع أخبار أقرأ وراجع
بالتاريخ هذا العصر للإرهاب مخفي إسراره أي هذا العصر اقرأ هذا العصر اقرأ وراجع اقرأ وراجع لو حكم بالأمة فاسد تفسد وتصبح ضعيفة ولو لزم دار الخلافة يصدر أحكام السخيفة يطبية المال كله يحارب الناس الشريفة من حكم بيها يزيد سوها الوادم عبيد وحارب حسين الشهيد والخلاب اصبحت جيفة ويكتبون بالاقلام الرخيصة ويدورون للظالم فالتخليصة يبرر الموقف ويكتبون بالأقلام الرخيصة ويدورون للظالم في التخليصة ويكتبون بالأقلام الرخيصة ويدورون في التخليصة تيمية وكل الأذناب هذا الأصل هي تيمية وكل الأذناب هذا الأصل أقرأ وراجع أخبارك أقرأ وراجع بالتاريخ بالتاريخ أقرأ وراجع أخبارك تلقى أسباب كل إشكال فات أخبارك بالتاريخ هذا الأصل تخفي إسرار وأسماء هذا الأصل للإرهاب اقرأ وراجع أخبارك اقرأ وراجع أخبارك انشدي الحرة وتقلك واقعة الحرة انشد الحرة وتقلك عن سبب هاي الجرائم والمدينة شلون صارت وش كثر بيها مظالم لو تبايع للخليفة لولا بن عقبة غنائم وعدة من سيدة أوامر يهتك أعراض الحراير ظالم وزنديق جائر احرق وهدم معالم ذاك صار نفس اللي صاير بينا بس انعاد بالتفجيرات علينا ذاك صار نفس اللي صاير بينا بس انعاد بالتفجيرات بعد ذاك صار نفس اللي صاير بينا بس نعاد التفجيرات علينا وطاغ يوقف بالمحراب هذا العصر اي طاغ يوقف بالمحراب هذا العصر اقرأ وراجع اخبارك اقرأ وراجع اخبارك بالتاريخ تلقى اسرار كلش كان فات اسراره بالتاريخ اقرا وراجع اخباره تلقى اسرار كلش كان فات
مخفي اسرار واسباب هذا الاصل اي مخفي اسرار واسباب هذا الاصل اقرا وراجع اقرا وراجع عادة علينا الجرائم لأن باقي الخطأ نفسه الوليد أصبح مشريع يسكر وينساها نفسه ماخذ السنة على كيفه وليشريع مثل هسه اللي يفجر هذا رائع والنبي حضر لجامع واحنا نجمع بالشوارع وذروش منها ننسى مشمولين الكل بهاي الفتنة والمفروض نعرف قائد أمتنا مشمولين فتنة والمعروف نعرف قائد أمتنا مشمولي فتنة هي والمفروض نعرف قائد أمتنا عفناه وخلينا غاب هذا الأصل هي عفناه وخلينا غاب هذا الأصل اقرأ وراجع هاي اقرأ وراجع أخبارك هي بالتاريخ اقرأ وراجع أخبارك بالأسرار كلش كان فات أسرارك هي بالتاريخ اقرأ وراجع أخبارك تلقى أسرار كلش كان فات أسرارك هي مخفي أسرار لا تبرد هذا الأصل بالإرهاب هي هي مخفي أسرار هذا الأصل راجع أخبارك عن أصل هاي الجرائم راجع كتاب البداية البداية والنهاية لابن كثير من على منبر محمد قرود تنزل الغواية بن كثير هناك يذكر آل أمية لهم نهاية واليدلس من أجلهم وينسب المهد لنسلهم انتهت دولة حقدهم وانتهت كل الدعاية شمنتظرين يا مهدي لعدكم بادي لا تقولون عدنا المهدي لبغداد ايش منتظرين مهدي لعدكم بادي لا تقولون عدنا المهدي ايش منتظرين ايش منتظرين يا مهدي لعدكم بادي اي لا تقولون عدنا المهدي اي ما بيكم غير المرتاب هذا الاصل اما بيكم غير المرتاب هذا الاصل للارهاب اقرا وراجع اخبارك هي بالتاريخ اقرا وراجع اخبارك هي تلقى اسرار كلش كان فات اسرارك هي بالتاريخ اشوف ايدك اي مخفي اسرار واسباب هذا الاصل اي مخفي اسرار واسباب هذا الاصل اي اقرا ورا اقرا عن اصل هاي الجرائم راجع كتاب البدايه من على منبر محمد قرود تنزل الغواية بن كثير هناك يذكر آل أمية لهم نهاية
إذا المهدي بآل أمية المفروض ما ينتهون، واللي يدلس من أجلهم أو ينسب المهدي لنسلهم انتهت دولة حقدهم وانتهت كل الدعاية. ايش منتظرين يا مهد العدكم بادي اللي تقولون ايه منتظرين يا مهد العدكم بادي ها لا تقولون هي ما بيكم غير المرتاب هذا الأصل هي ما بيكم غير المرتاب هذا الأصل للإرهاب. اقرأ وراجع أي اقرأ وراجع بالتاريخ اقرأ وراجع تلقى أسرار بارك الله بك اقرأ وراجع اي اقرأ وراجع عن بحيث كلش نظامي خالي من كل الشوائب والمحقق بي امير وما يدور على المناصب عن بحث كلش نظامي وخالي من كل الشوائب والمحقق بي أمير وما يدور على المناصب عالم وعادل عادل وعالم حقيقي سولف بكل المطالب الدين أصبح طائفي سني شيعي وسلفي قتل تهجير ونفي وبين بحث المصايب أراد الناس كلها تعيش بسلمين اسمع اسمع على الإرهاب قاد الثورة الفكرية اسمع راد الناس كلها تعيش بسلمية على الإرهاب قاد الثورة الفكرية اي راد الناس كلها تعيش بسلمية على الإرهاب قاد الثورة الفكرية أهو الباطل كشر أنياب هذا العاصم ها والباطل كشر أنياب هذا الأصل اي اقرا وراجع اي اقرا وراجع اي بالتاريخ مخفي أسرار وأسمار هذا الأصل للإرهاب مخفي أسرار وأسمار هذا الأصل للإرهاب اقرأ وراجع أخبارك اقرأ والخادم خادم عن بحث كلش نظامي خالي من كل الشوائب والمحقق بي أمير وما يدور على المناصب عادل وعالم حقيقي سولف بكل المطالب الدين أصبح طائفي سني شيعي وسلفي قتل تهجير ونفي وبين بحث المطالب المصايب راد الناس كلها تعيش بسلمية خلنا كملة خلنا كملة خلنا كملة خلنا كملة أراد الناس كلها تعيش بسلمية
على الإرهاب هذه الثورة الفكرية. بعد عيدة عيدة راد الناس على إرهاب قادس ما أسمع ما أسمع أراد الناس كلها تعيش بسلمية على إرهاب ها والباطل كشر أنياب هذا العاصل والباطل هذا العاصل اقرأ وراجع بالتاريخ اقرأ وراجع أخباره كل أسرار كلش كلفات أسراره بالتاريخ اقرأ وراجع